مصر شمس بنور الحضارة أشرقت على الدنيا، غيرت وجه التاريخ، زرعت على ضفاف النيل العظيم أسطورة حياة باهرة امتدت جذورها آلاف السنين، رمزاً يجسد حضارة الإنسان في كل زمان. وها هي شمس المستقبل تشرق من جديد لتلقي الضوء على واحدة من أكبر المشروعات الوطنية التي تواكب التطور وتصنع الحدث بتقنية فريدة. مجمع موبكو لصناعة الأسمدة قصة من قصص نجاح قطاع البترول المصري، وأحد مشروعات الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات التي تمثل صناعة الأمل في مصر، ونموذج متميز لمشروعات تعظيم القيمة المضافة من الغاز الطبيعي التي تحقق عائداً اقتصادياً مرتفعاً وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة ويلبي احتياجات السوق المحلي من الأسمدة الأزوتية كمنتج مصري بمواصفات عالمية يتمتع بأعلى مستويات الجودة والأمان للمساهمة في دعم خطط الدولة للتنمية الزراعية. نحن في مجمع موبكو نعمل اليوم بلغة المستقبل من خلال صروح صناعية عملاقة تلبية للاحتياجات المتزايدة من الأسمدة، حيث تم تنفيذ توسعات أضافت خطي إنتاج جديدين باستثمارات بلغت 1.9 مليار دولار لترتفع الطاقة الإنتاجية للمجمع إلى 2 مليون طن من سماد اليوريا، بالإضافة إلى 120 ألف طن من الأمونيا الفائضة سنوياً تساهم بها في تغذية مصانع الأسمدة الأخرى، وحرصاً منها على دفع مسيرة التنمية والنجاح تولي موبكو اهتماماً خاصاً باستخدام تكنولوجيا التصنيع المتطورة واستغلال الخبرات العالمية في هذا المجال وفتح أسواق جديدة في إطار من التخطيط العلمي التسويقي المتكامل. ولا ينتهي الأمر عند هذا الحد، بل تتكامل سيمفونية الأداء لتصل إلى ذروة الاهتمام من خلال رقابة معايير الجودة وإجراء التجارب والاختبارات المعملية الدائمة، وذلك للتأكد من سلامة المنتجات وضمان مطابقتها للشروط القياسية ومواصفات الجودة العالمية. ونتيجة لهذه الاستراتيجية الجادة، فقد تميزت موبكو لصناعة الأسمدة على نحو يحظى بالتقدير الدولي الدائم من الجهات العالمية المتخصصة في مختلف مجالات التقييم. مجمع موبكو لإنتاج الأسمدة يجسد فهماً حقيقياً لتحديات المستقبل، ويقدم معدلات أداء تضعه في مصاف الكيانات الصناعية العالمية العملاقة، ويتميز بموقعه داخل ميناء دمياط على ساحل البحر الأبيض المتوسط، مما يسهل حركة التصدير وانسيابية نقل المنتجات إلى الميناء في زمن قياسي لنقلها إلى جميع أنحاء العالم. هذه المنظومة المتكاملة تديرها سواعد مصرية من الكفاءات العلمية والفنية المتخصصة الذين تم تدريبهم على أحدث الأنظمة التكنولوجية المتقدمة في مجال تصنيع الأسمدة، وذلك للوقوف على أحدث مستويات الأداء القياسية في هذا المجال الحيوي الذي شيد على مساحة 400 ألف متر مربع بالمنطقة الحرة بميناء دمياط، وبرأس مال يتجاوز 2.5 مليار دولار، مساهمة بين قطاع البترول والبنوك المصرية وشركات التأمين والمستثمرين العربي والأجانب.
وتؤمن موبكو لهذا الإنتاج الضخم والحيوي بيئة عمل آمنة، وتنفذ سياسة جادة وصارمة في مجال حماية البيئة والسلامة والصحة المهنية، وتراعي الالتزام بأعمال الصيانة الدورية في مختلف مواقع التشغيل، كما تلتزم بالمراقبة اليومية لكافة الانبعاثات من خلال أحدث أجهزة الرصد البيئي المثبتة على كافة المداخن وفي جميع مراحل التشغيل. هذا بالإضافة إلى مراقبة يومية لتحاليل الصرف الصناعي التي يقوم بإجرائها المعمل الكيميائي بالمجمع، الذي يعمل بإشراف مباشر لإدارة صحة البيئة بوزارة الصحة والسكان للتأكد من مطابقتها للحدود القانونية المسموح بها. وعلى التوازي مع الجهود البيئية، أطلقت موبكو مبادرة حسن الجوار التنمية المستدامة في إطار المسؤولية المجتمعية، التزمت خلالها بالعديد من الأعمال الرائدة، منها على سبيل المثال تغطية مصرف السنانية بطول أكثر من 5 كيلومتر، والمشاركة مع المحافظة في تنفيذ طريق مزدوج بين مدينتي دمياط ورأس البر، بالإضافة إلى إنشاء مصنع تجميع وتدوير القمامة في مدينة فارسكور. الجهد الكبير والأمل اللي إحنا بنديه لنفسينا والبلدنا على إن إحنا بنتحرك وحنتحرك وحنكبر وحنزيد بفضل الله سبحانه وتعالى. وهكذا يتواصل النجاح، وهكذا تسير موبكو بخطى واثقة لتحقق مكانة راسخة في عالم صناعة الأسمدة المتكاملة. نعم، إن هذه الطفرة العملاقة لم تتكامل إلا بروح الفريق الواحد المتعاون الذي يتناغم فيه حسن الأداء بثقة العملاء. وعليه فنحن في مجمع موبكو لإنتاج الأسمدة قد أثبتنا بما لا يدع مجالاً للشك أن الوصول إلى القمة ليس أمراً مستحيلاً، وأن النجاح هدف يسهل تحقيقه بالإخلاص والتفاني وتضافر الجهود. مجمع موبكو لصناعة الأسمدة، نعمل اليوم بلغة المستقبل.